لو سألنا مواطنا غربيا أوروبيا كان أم أمريكيا عن أسماء قادة الإرهاب في العالم لأخبرك أنهم من العرب وأخبرك أسماءهم بالتفصيل، بينما لو سألته عن اسم عالم عربي واحد فقد لا يذكر لك أي اسم، فهو لا يعرف عن العرب إلا الإرهاب والتخلف، وذلك بفعل الدعاية الغربية ولسخرية القدر أيضا. لو سألت مواطنا عربيا عن أسماء العلماء العرب ربما لا يذكر لك إلا القليل منهم، بينما لو سألته عن أسماء المغنين أو الفنانين لذكر لك الجميع، ليس تقليلا من الفنانين والمغنيين ولكن حسرة على مكانة العلماء في بلادنا. وفي هذا التقرير يا عزيزي، والذي سيكون ضمن سلسلة مستمرة عن نجاحات العرب في عدة مجالات، سنذكرك بما حققه أبناء جلدتك في شتى ميادين العلوم في الماضي والحاضر وما سيصلون إليه في المستقبل أيضا. واخترنا لك في هذه الحلقة قصة العرب مع الفضاء، قصة لم تبدأ الآن ولا في العصر الحديث، وإنما قبل قرون حين كانت العلوم والاكتشافات من اختصاص العرب، وما زالت وإن بزخم أقل. وما ستشاهده هنا هو ما سيجعلك تفخر بكونك عربي، وإن كان كثيرون يسعون لغير ذلك. والبداية من حيث بدأت القصة، وتحديدا قبل أكثر من 1000 عام، حين أعلن العرب أن علوم الفضاء والفلك هي من اختصاصهم وتهمهم، وحين سجلوا فيها عديد الاختراقات العلمية، حيث كان الدين الإسلامي بحد ذاته دافعهم الرئيس لذلك. فمن ناحية نشأت الحاجة لمعرفة أوقات الصلاة وتحديد اتجاه القبلة، ومن ناحية أخرى دعت نصوص القرآن الكريم إلى النظر في الآفاق والتفكر في صنع الله، فكانت نقطة بداية رحلة العرب إلى الفضاء مع ترجمة الكتب والدراسات التي كانت من تراث الأمم التي سبقت العرب، وخاصة اليونان، حيث الحضارة التي أهملها الأوروبيون زمن حكم الرومان وفي عصور الظلام وحتى العصور الوسطى، وأنقذها العرب والمسلمون من الضياع، فأنجبت الحضارة العربية الإسلامية عديد الأسماء التي ما زال لها الفضل حتى يومنا هذا فيما حققه العالم من اكتشافات في الفضاء. وعلى رأس الأسماء العربية الرائدة في علوم الفلك القديمة هو العالم البتاني الذي وصفه الفلكي الفرنسي جوزيف لالاند بأنه واحد من أبرز 20 فلكيا في التاريخ. والبتاني هو أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحراني الرقي الصابئ، وقد ولد وتوفي في القرن 10 الميلادي، وينحدر من منطقة شمال غرب العراق. وأبرز إنجازاته كانت تحديد ما يعرف بعلم الفلك برصد زاوية الميل الأعظم وقياس موضع أوج الشمس، بالإضافة لترجمته وكتابته لعديد المؤلفات الفلكية. اسم آخر راشد هو البيروني، واسمه الكامل أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي البيروني، وقد ولد في الربع الأخير من القرن 10، ويعد مبتكر الأسترلاب الأسطواني، وقد احتفت فيه اليونسكو وعديد الهيئات الدولية تكريما له ولمؤلفاته واكتشافاته. وعن اسم آخر يحضر الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن نصير الدين، وقد ولد مطلع القرن 13، ويعتبر مؤسس أهم مرصد فلكي عرفته البشرية قبل العصر الحديث. وهؤلاء فقط أسماء قليلة من قافلة من علماء الفلك العرب البارزين الذين يعلمهم الغرب قبل العرب، والذين بنى الأوروبيون أبحاثهم بالفلك والفضاء بعد ترجمة مؤلفاتهم وعلومهم. ونذكر منهم أيضا ابن الشاطر العالم الدمشقي الذي غير تصورات العالم عن الكون، وعبد الرحمن الرازي والذي يعتبر مؤلف أكثر الكتب شمولا لأبراج الفضاء، وغيرهم الكثير. والتاريخ ينهل والعالم لا ينسى الفضل، ولأن هذا ما بدأه العرب فإنه لم ينقطع وإن غاب لقرون من التاريخ، خاصة بعد أن انتقلت الخلافة من أراضي العرب إلى الأراضي التي فتحها العثمانيون الأتراك، والذين لم تكن العلوم والاختراعات أولوية لديهم بقدر ما اهتموا بالجيوش والعسكر وتوسيع رقعة حكمهم، ما دفع لتراجع العرب علميا وفي مضامير عدة. لكن ذلك لم يمنع أن البذرة ما زالت صالحة، فما إن اشتد عود العرب
ونالوا الاستقلال أولا من الأتراك ثم بعد ذلك من الأوروبيين، حتى عاد بعضهم إلى إكمال ما بدأه أسلافهم. وقبيل أن تظن أننا نضخم لك الأمور، سنروي لك قصص نجاحات كبرى عرفها العرب في العصر الحديث فيما يخص علوم الفضاء. والبداية من النهاية، حيث آخر الأخبار المتعلقة بالعرب والفضاء جاءت من السعودية، التي أعلنت إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من عام 2023، وهما ريان برناوي وعلي القرني. وهذه الأسماء ضمن فريق كامل تعمل السعودية على أن يكون جاهزاً لحمل حلم المملكة نحو الفضاء ضمن رؤية 2030. وهي أيضاً أي السعودية من أعلنت سابقاً عن مشروع رائد بالشراكة مع البريطانيين لإنتاج الكهرباء في الفضاء ونقله إلى الأرض. وبخلاف السعودية يأتي المشروع الأضخم عربياً والمتعلق بالفضاء، وهو المشروع الإماراتي الذي بدأ بالمنافسة عالمياً بعد تحقيقه لسلسلة إنجازات بدأت من انطلاق أول مسبار عربي في التاريخ حمل اسم مسبار الأمل، وأيضاً إرسال رواد فضاء إماراتيين إلى عمق الفضاء، بالإضافة إلى الحلم الإماراتي الكبير القاضي بالوصول إلى المريخ وإقامة أول مستعمرة عربية هناك، ما يعني أن الإمارات تسعى للمنافسة عالمياً ولحجز مقعد لها بين الكبار. وعند دول عربية أخرى تسعى للمنافسة، أعلنت مصر مؤخراً عن توقيع اتفاقية إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية في مصر، حيث ترغب القاهرة باللحاق بركب دول العالم التي تتنافس لبلوغ الفضاء. والقاهرة ليست وحيدة أيضاً بذلك، فبحسب مواقع إخبارية عالمية فإن المغرب قرر إطلاق قمر صناعي إضافي إلى الفضاء، وقد تتبعه أقمار أخرى، وقد قرر أيضاً توسيع قدراته في هذا المجال مستعيناً بالتجربة الإماراتية وبالشراكة معها. وهذا فقط ما تسعى له الحكومات أو ما يعتبر سعياً جماعياً، لكن في السعي والمحاولات الفردية حدث ولا حرج، فعديد علماء العرب يغزون وكالة ناسا الأمريكية ولهم فيها إنجازات واستحقاقات وأسماء سنذكرها لكم علها تعلق في الأذهان. والبداية من ابنة قطاع غزة سهى القيشاوي، والتي تعمل بالإشراف على إطلاق المكوك من الأرض للفضاء وفحصه والتأكد من سلامته في وكالة ناسا. ولدينا أيضا المصري البارز فاروق الباز الذي عمل في وكالة ناسا ضمن فريق استكشاف القمر، وكذلك شارل العش اللبناني مدير مختبر الدفع النفاث في ناسا، ومعهم عصام معروف المصري الذي يعمل على اكتشاف الكواكب عن طريق المسبارات الفضائية، وأيضا اللبناني مصطفى شاهين الذي التحق بالوكالة الفضائية منذ تأسيسها وقدم إنجازات دفعت ناسا لإطلاق اسمه على أحد الكويكبات، وكذلك الجزائري يوسف تومي كمال الباحث في ناسا والمتخصص في علم الروبوتيك والميكانيك، وأيضا عصام حج المصري الذي يعمل في قسم محركات الدفع الصاروخي بالوكالة، وكذلك الفلسطيني لطفي مزيد عياد مصمم المسبار الذي وصل إلى كوكب بلوتو، وكمال الوديغري المغربي، وهاني مصطفى المصري أيضا، والسوداني الرشيد زكريا علي الطاهر، والطفلة الإماراتية دانا البلوشي التي التحقت بالوكالة بعمر 9 سنوات نظرا لذكائها وعبقريتها المبكرة، والتونسي محمد الأوسط العياري المستشار في ناسا، والجزائري نور الدين ميكيليشي، والمغربية التونسية أسماء بوجيبار، والمغربية سلوى رجدان، واللبناني إدغار شويري، والأردنية فرح صلاح، والفلسطيني عصام النمر، والسودانية وداد المحبوب، والسوداني كذلك عبد المجيد أحمد المصطفى، وزميلتهم السودانية أيضا نجوى عباس قدح الدم، والفلسطيني سليمان البركة. وهؤلاء منهم من عمل بالوكالة ومنهم من ما زال على رأس عمله، أسماء حق لبلدانهم أن يفخروا بهم، فقد حققوا ما عجز عنه الكثيرون حول العالم أجمع، وهم من نخبة علماء وباحث العرب في علوم الفضاء الحديثة، ذاتها العلوم التي كان قد بدأها أسلافهم قبل قرابة 10 قرون، وما زرعه الأجداد جاء بعض الأحفاد لحصده، حتى وإن سعى كثيرون للتغطية على إنجازاتهم أو التقليل منها. ولعل سياسة التقليل هذه
من إنجازات العرب. ما هي إلا خير دليل على أن البعض لا يريد تصدير نماذج عربية كي تكون قدوة للبقية، ولا يريدون أن يعلق بأذهان العديد من أجيال العرب الصاعدة سوى ما يحبطهم، تماما كبيت الشعر الشهير الذي بات يحفظه الجميع وشطره الشهير: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. وهذا قول لأبي الطيب المتنبي، وكان يقصد فيه الازدراء من أولئك الذين يتمسكون بالقشور ويهملون الجوهر، وقيل في سياق وزمان معينين، ولكن بات الآن يتردد على ألسنة الكثيرين بقصد التقليل من العرب وما يقدمونه في عديد مجالات العلم والمعرفة والبحث.